سوق الأسهم ما هي؟ ببساطة هي سوق تختلف عن باقي الأسواق التقليدية، فهي لا تبيع السلع والمنتجات، إنما هي سوق يتبادل بها الباعة والمشترون أسهم الشركات. والأسهم عبارة عن أجزاء من ملكية الشركات. على سبيل المثال، إذا اشترى أحد الأشخاص 50 سهماً من أسهم شركة سين، وكان إجمالي أسهم الشركة المتداولة 1000 سهم، فإن هذا الشخص أصبح يملك 5% من شركة سين، وهذا الشخص بالإضافة للمساهمين الآخرين في شركة سين لهم حقوق في ممتلكاتها وفي الدخل الذي تحققه. لسوق الأسهم أسس فنية تحكم كيفية اختيار سهم معين وتوقيت التصرف فيه، وقد يتعرض المستثمر غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأسهم، لأنه استند على استنتاجات أو على بيانات خاطئة، أو أنه أساء تقدير تلك البيانات. غالباً ما يختار المتداولون الأسهم وفقاً لأسلوبين، وهما التحليل الفني والتحليل الأساسي، أو بالاعتماد على التحليلين معاً. التحليل الفني، وهو أسلوب يمكن من فحص الأسهم وفقاً لتطور سعرها وتحركات السعر التاريخية وباستخدام الرسوم البيانية، وذلك لتحديد توقيت الشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالأسهم. أما التحليل الأساسي فهو فحص للقوائم المالية بحثاً عن القيمة الحقيقية للسهم، ويساعد التحليل الأساسي في التعرف على الأسهم المسعرة بأقل أو بأعلى من قيمتها الحقيقية. في سوق الأسهم تنتقل ملكية مليارات الأسهم من خلال التداول بين الأشخاص كل يوم، وعندما يشير الأفراد إلى سعر سهم معين فإنهم عادة يقصدون السعر الذي تم عنده آخر تداول. تتذبذب الأسعار كثيراً وتتغير بين لحظة وأخرى، متأثرة بعوامل عدة، منها مثلاً وصول معلومة جديدة إلى السوق، أو كنتيجة لتغير نسب العرض والطلب على هذا السهم أو ذاك. ففي حالة الإقبال الشديد على الشراء، فإن طلبات البيع رخيصة الثمن سوف تنفد، وتبدأ الطلبات الأكثر سعراً بالظهور، ويبدأ معها السعر بالارتفاع تدريجياً، وهذا على عكس ما يجري في حال الإقبال على البيع.